في الحياة في أمور في أشياء وفي أشخاص لهم أولويات كل حسب أهميته. فلما شخص يعطيك وعد أو موعد وما نقول يخلفه يقول لك نسيت، يعطيك العذر بكل بساطة وبرود وكأنه منتصر ويقول لك يا أخي نسيت، وكل إنسان ينسى ويطلب أنك تعذر. هو فعلا كل إنسان ينسى، ولكن مو درجة أني أنسى نفس الشخص مرة ومرتين وثلاث وأربع. هذا يعطيك دليل أنك